أعزائي المشاهدين، السنة دي قررت أبقى مذيع في برنامج حواري شهير، ولأني طبعاً شهير قلت أجيب اتنين زملاء من غير ما يعرفوا إنهم هيتقابلوا ولا هيقابلوا نفس المصير، بس لازم يكون في بينهم خلاف كبير، متخانقين أو منافسين أو مفيش بينهم أي تقدير، وبعدين يتورطوا في موقف مرعب كله تدمير. وطول التصوير كنا في صراع مرير، ناس ما استحملتش وناس ما كملتش، ومفيش داعي للتفسير. ورمضان كريم، بس جمدوا قلبكم لأن اللي هتشوفوه خطير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وازيكم يا بطول، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. ورجعنا لكم تاني بفيديو جديد من برنامج رامز جايب من الاخر. لو مشوفش الحلقات اللي فاتت ارجع وشوفها، هتلاقيني منزلها هنا على القناة. وفي حلقة النهاردة معانا الحلقة 16 من برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2024. لو عايز تعرف مين الضيف اللي هيجي في حلقة النهاردة، تابع معايا الفيديو للنهاية. بس قبل ما نبدا اي حاجة زي ما احنا متعودين مع بعض، ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنساش اللايك للفيديو لو الفيديو عجبك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول. يعني اول ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار على طول نزلت فيديو جديد، وتخش تتفرج وتعرف مين الضيف اللي هيجي في برنامج رامز جايب من الاخر. ومن غير كلام كتير، يلا بينا ندخل في حلقة النهاردة على طول. وبعد ما شفنا حلقة امبارح واللي كان موجود فيها طارق لطفي ومحمد رياض، وكانت الحلقة 15 من برنامج رامز جايب من الاخر، والحلقة دي فعلا كانت جميلة جدا وعجبت ناس كتير قوي، بالذات رد فعلهم كانت جميلة جدا وعجبت كل الناس، وبالذات الحلقات دي جميلة جدا لان دول نجوم كبيرة وناس كتير قوي بتحبهم. وفي حلقة النهاردة معانا الحلقة 16 من برنامج رامز جايب من الاخر. طبعا زي ما انتوا عارفين ان في الوقت ده بالذات ناس كتير قوي بتدور وعايزين يعرفوا مين الضيوف اللي هيجوا في حلقة النهاردة. ففي الفيديو ده هنعرف مع بعض شوية تفاصيل كده بخصوص الحلقة، وعرفك من الضيوف اللي هيجوا في الحلقة قبل الفطار بساعة أو نص ساعة بالظبط. هتلاقيني مغير لك عنوان الفيديو ووصف الفيديو في أول تعليق، وهتلاقيني عامل لك صورة مصغرة بالضيوف اللي هيجوا في الحلقة. وأسامي ضيوف حلقة النهاردة هتلاقيني سايبهم لك في عنوان الفيديو وفي وصف الفيديو في أول تعليق، وفي الصورة المصغرة هتلاقيني حاطط لك الضيوف اللي هيجوا في حلقة النهاردة. بكررها تاني، في عنوان الفيديو وفي وصف الفيديو في أول تعليق، وهتلاقيني عاملها لك قبل الفطار بساعة بالظبط. عشان بيجي لكم كومنتات كتير قوي بتقول لي فين الضيف، انا اتفرجت على الحلقه كلها ومفيش الضيف. انا بعرفك ان الضيف في عنوان الفيديو وفي وصف الفيديو، وهتلاقيني كمان عامل لك صوره مصغره بصوره الضيف اللي هيجي في حلقه النهارده. احنا في الحلقه اللي بننزلها كل يوم بنتكلم شويه مع بعض عن برنامج رامز جلال، وبنعرف راي بعضنا في البرنامج وفي الحلقه بتاعتي كل يوم. وانا اتوقع ان اللي هيجي في حلقه النهارده الحلقه 16 من برنامج رامز جايب من الاخر هيكون حسن شاكوش وطليقته ريم طارق. وده يا اخواتي مجرد توقع، هنعرف مع بعض قبل الفطار بساعه. هتلاقيني مغير لك عنوان الفيديو ووصف الفيديو واول تعليق والصوره مصغره، لان الحلقه دي بالذات ناس كتير قوي مستنياها وعايزين يشوفوا رد فعل حسن شاكوش وطليقته لما يشوفوا بعض في برنامج رامز جلال الجديد. بس ده توقع، وهناكد المعلومه برضو لو المعلومه اكيد هناكدها مع بعض قبل الفطار. هتلاقيني مغير لك العنوان والوصف الصورة بتاعت الفيديو. وانزل تحت في الكومنتات اكتب لي انت متوقع مين اللي هيجي في حلقة النهاردة في برنامج رامز جايب من الاخر. وبعد ما شفت 15 حلقة من برنامج رامز جايب من الاخر، والنهاردة هتكون الحلقة 16 من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2024. فعلا برنامج رامز جلال الجديد باسم رامز جايب من الاخر، فعلا برنامج السنة دي برنامج قوي جدا وعجب ناس كتير قوي، ورامز راجع ببرنامج قلب الدنيا بصراحة وقلب الترندات في كل المواقع. لان طبعا زي ما انتوا عارفين لكم ان فكرة برنامج رامز السنة دي فكرة مختلفة جدا عن كل البرامج اللي رامز قدمها طول السنين اللي فاتت. فكرة البرنامج جميلة جدا ان هو بيجيب اتنين في بينهم مشاكل او خناق او اي حاجة، وبيبدأ ان هو يصلح العلاقات بينهم ويرجعهم لبعض. وزي ما انتوا عارفين ان احنا هنا على القناة بننزل لكم كل يوم فيديو جديد لبرنامج رامز جلال، وبنتوقع مع بعض من الضيوف اللي هيجوا في الحلقة من قبل ما تتعرض على التلفزيون بساعة او ساعتين بالظبط. ولو ما شفتش الحلقات اللي فاتت من برنامج رامز جايب من الاخر، انزل هنا على القناة هتلاقيني منزل لك كل فيديوهات رامز جايب من الاخر من بداية الحلقة الاولى لحد الحلقة 15 حلقة امبارح، وحلقة النهاردة هتكون الحلقة 16 انزلها لك على طول. ولو عايز تتابع الحلقات اول باول، هتلاقيني عامل لك قائمه تشغيل او بلاي ليست كده باسم رامز جايب من الاخر، هتدخل عليها هتلاقي كل الحلقات من بدايه الحلقه الاولى لحد الحلقه 15 حلقه امبارح، وهتلاقي حلقه النهارده الحلقه 16. حلقه النهارده هتكون حلقه جميله جدا وهتعجبكم، لان ضيف حلقه النهارده ضيف مميزه وكلكم بتحبوه. طبعا زي ما انتم عارفين ان انا مش هقدر انزل لكم اي فيديوهات للحلقه، لان طبعا الفيديوهات دي بيكون عليها حقوق، فصعب ان انزلها هنا على القناه.
انا بعرفك تفاصيل الحلقة وبعرفك مين الضيوف اللي هيجوا من قبل ما ينزلوا على التلفزيون بكام ساعة بالظبط، وهعرفك مين الضيف اللي هيجي في الحلقة بس قبل الفطار بساعة، تلاقيني مغير لك عنوان الفيديو ووصف الفيديو واول تعليق، وهتلاقيني عامل لك صورتهم في الصورة المصغرة، واديني بكررها تاني وتالت ورابع. ويلا بينا نراجع مع بعض سريعا كده ونشوف مين الضيوف اللي جم في برنامج رامز جاب من الاخر من بداية الحلقة الاولى لحد الحلقة بتاعت النهاردة. وحلقة النهاردة هنعرف مين الضيوف اللي هيجوا في الحلقة قبل الفطار على طول، هتلاقيني مغير لك عنوان الفيديو ووصف الفيديو واول تعليق والصوره المصغره بتاعت الفيديو باسامي الضيوف اللي هيجوا في حلقه النهارده. ويلا بينا نشوف مع بعض الضيوف اللي جم في برنامج رامز جاب من الاخر. وحلقة النهاردة هتكون الحلقة 16 من برنامج رامز جاب من الآخر. نعرف مين الضيوف اللي هيجوا في الحلقة قبل الفطار بساعة، وهتلاقيني مغير لك عنوان الفيديو ووصف الفيديو وأول تعليق، وهتلاقيني عامل لك صورة مصغرة بصور الضيوف اللي هيجوا في الحلقة. انزل اكتب لي تحت في الكومنتات مستني حلقة مين الفنانين. كده أبطال مش عاوز أحرق لكم كتير عن الحلقة، وعايزك تكتب لي رأيك تحت في الكومنتات بعد ما تشوف الحلقة من رامز جاب من الآخر على التلفزيون على قناة ام سي مصر. وبس كده أبطال هيكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وهتلاقيني سايب لك اسم الضيف اللي هيجي في حلقة النهاردة، هتلاقيني سايبه لك في عنوان الفيديو وفي وصف الفيديو في أول تعليق، وهتلاقيني عامل لك صورة مصغرة ليه. وبس كده أبطال، أتمنى إن الحلقة تكون عجبتكم، وما تنسوش تذكروا الله وتصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.